حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من صيف الشارقة. تابعوا حلقتنا اليوم للتعرف على فعاليات وأنشطة إمارتنا الباسمة الشارقة. مشاهدينا، تسعى بلدية مدينة الشارقة إلى تعزيز مواهب الأطفال واستثمار أوقات فراغهم في إجازة الصيف من خلال تنظيم العديد من الورش والفعاليات الترفيهية والمسلية والمفيدة طبعا للأطفال. نتعرف عليها في هذا التقرير. في إطار سعيها لتعزيز قدرات الأطفال الفنية والإبداعية، تواصل بلدية مدينة الشارقة تنظيم الورش الصيفية التي تأتي في إطار النسخة الرابعة تحت شعار صيف ممتع وطفل منتج بالإبداع، حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز التواصل مع الأطفال لإثراء أوقاتهم بالطريقة المثلى بأسلوب شيق وممتع. نحن جايين نسوي حقائب، وأمس نحن سوينا يعني ورش الفواكه، لصقنا الفواكه على القبعة، واليوم جايين نسوي حقيبة نحط يعني فوقها نفس زينة نفس الخيوط ونرسم يعني فوقها. اليوم سوينا كثير نشاطات مثل الرسم وصنع الروبوت وتلوين الفخار ومثل هذه النشاطات، ولعبت واستفدت الكثير، لأن اليوم سألونا أسئلة وجاوبنا كثير منها. طبعاً إحنا اليوم سوينا أكثر من فعالية مع الأطفال، وأنا كنت مشاركة معهم، والصراحة مرة استأنست، مرة كان البرنامج جنن. طبعاً الأشياء اللي سويناها تمت إعادة تدوير الكرتون، وسوينا منه أشياء واستفدنا منه بأنه سوينا ريبوت، وطبعاً رسمنا وقوينا مهارتنا بهالشيء الرسم، وبعض الأطفال صنعوا أشياء كثير وسووا أشياء في الصحون وفي الأشياء القديمة، وشفنا أشياء ريبوتات وتعلمنا عنهم أكثر. وأشكر طبعاً البرنامج وكل اللي ساهموا فيه. تتنوع وتتعدد الورش الفنية التي تنظمها البلدية في حديقة القرائن، حيث نظمت ورشة اصنع حقيبتك وورشة نبدع ونبتكر لتوفير بيئة تعليمية وترفيهية مسلية للأطفال، ولتضع بين أيديهم أعمالاً يدوية من اختيارهم يبدعون بها ويتعلمون من خلالها. استفدت من هاي فعالية صيف ممتع إني سويت روبوتات وإعادة تدوير الأشياء، وصراحة استفدت من أشياء وايد مثل التلوين وأسئلة دينية وأسئلة عامة عن أشياء وايد، واستفدت وايد أشياء يعني صراحة من هاي الفعالية. وايد استانست مع يعني ناس وايد، وتعرفت على أشياء جديدة وناس جداد، ويعني كان وايد من لطيف إن مشاركتنا في هاي الفعالية، وايد استمتعت فيها. نحن في بلدية الشارجة، في ورشة بلدية الشارجة، لدينا الكثير من الورش اللي هو ورشة الابتكارات، الرسم، القراءة، اللعب، وكنا متواجدين في ملعب جوجيكسو في حديقة النوف. وايد استفدت بهالأشياء، سوينا وايد أشياء مثل الروبوتات المتحركة بالكرتون، إعادة التدوير حق الروبوت، ولونا على اللوح وصمنا روبوت ولوناه، وايد استأنسنا ولعبنا أيضا، والمس سألتنا أسئلة ولعبنا وبس. شنطة تحطين كل شيء عليها، يعني قلوب ستارز وهذا وهذا، وبعد تعلمنا من فواكه وسوينا كل شنطة، يعني بيسوي حين أشياء شيء لعبة ووايد أشياء بنسويها. اليوم تعلمنا كيف نصنع روبوت، لوننا وسألونا أسئلة دينية، وسألونا كثير أشياء، جابوا لنا هدايا وسووا تحديات. سوينا تلوين بالفخار،
سوينا روبوتات وسوينا تلوين وسوينا سلسلة ويا كل الألوان وكان وايد حلو. سوينا مسابقات. بلدية مدينة الشارقة توفر من خلال صالاتها المغلقة في بعض حدائقها المنتشرة مساحة للترويح عن النفس والتسلية لتعلم مهارات ومواهب جديدة بفضل ما تقدمه لهم من ورش تعليمية وترفيهية تمزج بين المتعة وحب التعلم. مشاهدينا الكرام، الصيف الشارقة زاخر بالفعاليات الترفيهية والمسلية في جميع مراكز التسوق، ومنها مهرجان صيف الشارقة، حيث يجمع المهرجان العائلات لقضاء أجمل الأوقات في الشارقة، ويستضيف المهرجان أنشطة تناسب الجميع، بما في ذلك الفعاليات وورش العمل والبرامج التعليمية والمعسكرات الصيفية للأطفال. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. تزخر الإمارة الباسمة بالكثير من الفعاليات والأنشطة الترفيهية التي ترضي ذائقة الكبار والصغار خلال الإجازة الصيفية، ويعد سيتي سنتر الزاهية أحد مراكز التسوق التي تقدم لزوارها جملة من المفاجآت المميزة وسط أجواء مليئة بالمرح والتشويق. احنا هون ايفنت بوكس مزمين ايفنت لبي جي ماسكس. اوكي سو الايفنت مؤلف من 3 اكتيفيشنز. اول شيء عندنا الاكتيفيتي اريا اللي هي في اراوند 8 اكتيفيتيز، نشاطات للاولاد بيتعرفوا فيهم عن الهيروز وفيهم يلعبوا العاب خاصه بكل هودي الابطال. اوكي ذن في عندنا 3 شوز بنهار، الولد بيحضر الهيروز تبعه بيقدر يعمل فعاليات معهم، وبيزيكلي من بعدها بيقدر يتعرف على الهيروز وياخد صور معهم. تضمنت الفعاليات عرضاً مسرحياً ممتعاً للشخصيات الكرتونية الشهيرة الأبطال المقنعين، وهي التجربة الأولى من نوعها في الإمارة التي منحت الأطفال فرصة لقاء أبطالهم المحببين والمشاركة في جلسة تدريبية يتعلمون خلالها أسرار الشجاعة والإقدام وألغاز القوى الخارقة. ان شاء الله الفعاليه جدا جميله وحلوه، واهم شيء الاطفال يعني يستانسون، ونفس ما انت شفتي قبل شوي كان العرض، ويعني حتى التفاعل من الاطفال كان كبير جدا. يعني الفعاليات الصيفيه اللي تنظمها اماره الشارقه خصوصا يعني سواء في المولات او في مراكز الاطفال يعني هي جدا جدا مفيده صراحه للطفل ولولي الامر في نفس الوقت يعني. وانا اتمنى صراحه من كل اولياء الامور الموجودين في الاماره أن يشاركون ويسجلون عيالهم أو يشاركون في مثل هذه الفعاليات، لأنه هم سوايا الفعاليات حقهم. العرض كان كتير مهضوم، الأولاد كانوا كتير محمسين وعم بيرقصوا معهم وهيك، سو عم بيعطون شوية حياة، فحلو كتير كان، وإن شاء الله نشوف أكثر من هيك كمان. في فعاليات الشارقة في الصيف والأبطال المقنعين استمتعنا بشوفتهم، كان كتير حلو، شاركنا ورقصنا مع بعض كلنا، وكانوا بيسألونا أسئلة وكان كتير حلو، وشاركنا في شوية فعاليات ولعبنا، وأتمنى كل الناس يجي هون. أنا حبيت المكان والشو كان على بيجي ماسك
نرقص وكلنا فضلنا نرقص وكان كتير حلو جدا جدا. أنا حبيت من الشو إنه كلهم بيشتغلوا مع بعض وبيساعدوا بعض بنفس الوقت. الشو كتير ممتع والناس اللي إجوا البي جي ماسكس ضيفونا وكتير فرحنا معاهم واستمتعنا، وكمان في فعاليات ورسمنا وتصورنا معاهم وإن شاء الله تيجوا بتحضروا الشو. كان الفعاليات حلوة. شكرا. حلوة كتير للشو. الكثير من الأوقات الاستثنائية والمميزة هنا في سيتي سنتر الزاهية، فلا تفوتوا فرصة زيارته والاستمتاع بكل ما يقدمه من فعاليات وأنشطة تفاعلية حماسية ومبهجة. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ونواصل فقرات برنامجنا ومع ناشئة الشارقة التي أعدت برنامجا صيفيا متكامل الأدوات في شموليته لبناء مخرجات متميزة لإلهام الناشئة ودعمهم في رحلة اكتشاف قدراتهم واستثمارها بشكل صحيح. تفاصيل أكثر مشاهدينا وفعالية أخرى من فعاليات الناشئة في هذا التقرير. في ركن خاص في مختبر المهارات 2022 الذي ينظمه مركز ناشئة واسط، أحد مراكز ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، يتفرد مختبر العلوم والتكنولوجيا بسلسلة من البرامج المتخصصة الهادفة لإكساب الناشئة من عمر 13 وحتى 18 عاماً العديد من المهارات في مجال العلوم والتكنولوجيا، ولا سيما في برنامج الهندسة ثلاثية الأبعاد والذي يعنى بالطباعة ثلاثية الأبعاد. أهداف البرنامج هي توعية الطلاب بمفاهيم وآلية عمل الطباعة ثلاثية الأبعاد وكيفية عمل التصاميم ثلاثية الأبعاد باستخدام البرنامج اللي اقترحناه في الدورة هذه. فالطلاب تعلموا يصمموا أدوات بيقدروا يستفيدوا منها بحياتهم اليومية، مثل مقلمة، مثل لو شيء انكسر عندهم في البيت ممكن يطبعوا ويصمموه. وتعلموا الطلاب أساسيات في عالم التصميم، هذه الأساسيات بتأهلهم وبتساعدهم إنهم يقدروا يصمموا أي تصميم ممكن يخطر ببالهم ويشاركوا فيها حتى في مسابقات. كمختبر علوم وتكنولوجيا يعني بيقدم لهم مهارات في عالم التكنولوجيا، ومهارة التصميم والطباعة ثلاثية الأبعاد طبعاً من أحد أهم المهارات الأساسية في هذا المختبر. يهدف مختبر العلوم والتكنولوجيا إلى تعريف المشاركين بأهمية استغلال التكنولوجيا والبحث العلمي في خدمة الإنسانية، إذ يقدم برنامج الهندسة ثلاثية الأبعاد بشقيه النظري والعملي للمشاركين كيفية التعامل مع الطابعات المستخدمة في كل من الطباعة ثلاثية الأبعاد وحرق الخشب والنحت على الخشب. شاركت مختبر العلوم والتكنولوجيا عشان نصمم مجسمات ثلاثية الأبعاد، نصمم مع برنامج اسمه أوتي ديسك فيوشن، نكون مجسمات عقب ما نخلص نطبقها على الطابعة 3D وتطلع المجسمات يعني حقيقية. خطوات تعلمتها كالأول شيء لازم ترسم شو تبي تسوي، ثم تبى تخليها موديل وتغير الأشكال وتسويها يعني تغير الشكل، ثم تحط الفاونديشن على الموديل تحطها في USB، ثم تدخلها داخل المشين مال 3D printing، ثم تستنى من 3.5 دقيقة لين 20 دقيقة ولا أكثر، ثم عندك الشكل اللي تبغاه.
تسعى ناشئة الشارقة، المؤسسة الشبابية الرائدة في الشارقة الباسمة، لتحفيز أبنائنا الناشئة على الإبداع والابتكار ضمن خطة الإمارة واستراتيجيتها الهادفة للاستثمار في الإنسان والعلم والتكنولوجيا وبناء أجيال تثمن الفرص المتاحة لها بتطوير ذاتها من خلال التعلم المستمر لمواكبة مهارات العصر. مشاهدينا، إلى هنا وصلنا لختام هذه الحلقة من صيف الشارقة. موعدنا يتجدد غدا في نفس الموعد. نذكركم بتحميل تطبيق مرايا لمتابعتنا في أي وقت وفي أي مكان. في أمان الله.